هذه التلام الإجرام تدارسها وتناقش فيها مجموعة ديال العلماء ديال الإجرام، هي ظاهرة اجتماعية تعود بطبيعة الحال إلى الوضعية الاقتصادية والوضعية الديموغرافية وكذلك الوضعية الثقافية داخل بلد معين. فهاد حقا على أن السلطات المحلية والشرطة تقوم بالواجب ديالها من أجل الحد من هذا الإجرام المتنامي، ولكن كثرة الأحياء الهامشية، كثرة البناء العشوائي وكثرة الأحياء الهامشية بمدينة الدار البيضاء هي التي تؤدي إلى 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 تنامي هاد الظاهرة ديال الإجرام وتكاثرها بهذا الشكل هذا، بل أنها في بعض الأحيان تصل إلى بعض المستويات اللي ما يمكنش العقل تتجاوز كل الحدود. كتلقى مثلا واحد كما شاهدنا أو كما سمعنا على أن واحد قتل الأب ديالو وقتل مرة الأب ديالو، يعني هذه جريمة. هذا الإنسان كيف يمكنك أن تتخيل هذا الإنسان اللي غادي يوصل به الحد أنه يقتل الأب ديالو؟ بمعنى أن الظروف النفسية ديالو، الحالة النفسية ديالو والظروف الاجتماعية التي كيعيشها غيكون عندها واحد الدور كبير في ارتكاب ديالو هذه الجريمة. بصفة عامة الظاهرة ديال الإجرام هي ظاهرة عالمية، ظاهرة تعيشها كل المجتمعات وتعيشها حتى في الدول النامية، أن الإجرام يتكاثر بواحد الطريقة لا يمكن تصورها. لماذا؟ لأن قد ما كان هناك تطور تكنولوجي وقد ما كان هناك تطور علمي، بطبيعة الحال أن الظاهرة ديال الإجرام هي ظاهرة قديمة في الإنسان، يعني في المجتمعات الإنسانية. للحد من هذه الظاهرة كاين مجموعة من 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 المسائل اللي هي أو من الوسائل اللي هي تختلف أو تتنوع من الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي هذا تحدي خص المجتمع كله ياخذه وينخرط فيه من اجل أن نسعى الى تحقيق المجتمع دون جريمه. باش تحقق هذا المجتمع دون جريمه خصك واحد بمثابه حرب اقتصاديه وحرب اجتماعيه وحرب ثقافيه حتى نجعل الكل ينخرط في التحدي اللي قلت لك ديال تحقيق مجتمع بدون جريمه. هي الجريمه راه توجدت مع الانسان ملي تخلق الانسان وتوجدت معه الجريمه، وهي في تنامي وفي تطور مستمر. ولكن الجريمه ديال اللي كنشوفوا الان بهذا النوع وبهذه الحده، لان ولا الانسان تيقتل الاب ديالو ولا الانسان تيقتل الام ديالو، بمعنى ان هناك ولات هناك مفاهيم جديده يجب التطرق اليها ويجب علاجها، وهي نفسيه تتعلق بالإنسان المجرم، هي نفسية أكثر مما هي واجتماعية أكثر مما هي اقتصادية.